مرحبا لكل مشاهدينا، اليوم معكم ناتالي فيس فيتنس انستروكتور، فيس فيتنس تمارين للعضلات الوجه. عضلات الوجه ما بس للعضلات الوجه، للعضلات كل جسم حتى للشعر. بس كمان ما تنسوا صيفية لازم تستعملوا ماسك الصبح، كل صبح رفيقتي بعتول عم تعمل كتير ماسكات حلوين. هلا بنحكي اليوم عن الشعر. كتير عم يجيني سؤالات كيف لازم يقوي شعره وقد التنم بغيروا شعر بالصيفية أكتر شي. ليش بالصيفية؟ مفروض تكون بالخريف؟ مش مفروض شي، مفروض يكون ما يغير شعر أبدا. أوكي، الإنسان ممكن بيمر بالستريس، بالناقص يمكن شي بالجسم، فيتامين مينيرال ساعات ممكن، بس في ستات عم بيغيروا شعر دايما 3 4 5 عادة 6 شهور. لازم اعمل فحص، ممكن في مشكلة بالغدة، ممكن في دايما ستريس، ممكن في دايما تعب، ممكن ناقص شيء كتير بالجسم بالدم، حتى لازم يعبي. اول شيء سبورت، المي، الاكل مزبوط اللي فيها الفروت، فيها الخضرة، فيها كل شيء. ما لازم تعمل دايت، كلهم كل شيء اللي بحبهم، بس الكمية مش كبيرة، كمية نورمال كمية، وبتحسن كل وضع الجسم وبتحسن وضع الشعر، واكيد فيس فيتنس بيساعدكم. في تمارين للشعر بالفيس فيتنس كيف لازم يقوي الشعر. انا هلا كثير عم بيطلع بيبي خير، يعني الشعر صغار اللي عم بيطلع كل مره، وانا كثير مبسوطه. مشان انا عم بستعمل، انا اول شيء بعمل دائما مساج للجلد الراس، بعمل لشعر كل يوم اوقات مرتين او ثلاثه، حتى اذا حدا معه ميجرين او وجع الراس كثير بيساعد. بنرجع تمارين للجلد الراس اللي هيقوي شعر. اكيد كل تمارين احسن ومزبوط تقعدن قدام مرايه بتشوفن كيف قاعدين انتم، كيف الكتاف، كيف الظهر، كيف رعبي بالايل سيمتري. اوقات في ناس اسيمتري كمان ما بيغذي، ساعتها ما بيمشي دم مزبوط، ما بيغذي جلد الراس، جلد الوجه مزبوط، ساعتها هون في ناقص كل شيء. كمان اذا فحص وعندكم ما في شيء، بيقولوا فحص كثير منيح وين في مشكله. مشكله بالجسم، مشكله منكم، ساعتها بتقعدوا قدام مرايه، جلس كتاف، ظهر، رعبه، الصدر لورا الكتاف. وكيف هلا حدا عمل هيك تيست؟ اكيد احلى، احلى وجه، احلى الجسم. ننبلش في كم كازر تمارين. بعطيكم 5 لسبيشال، اتفقنا؟ ننبلش. بعدين ننفوت كل ايد لجوا ومنعمل 5 مرات مثل مساج. 1 2 ريلاكس، 3 4 5. وشو بعمل انا بالاخر؟ كمشت الشعر وعم بعمل ليفتنج بنفس الوعدة، ده ليفتنج للوجه كمان. ننشط نرحي، ننشط نرحي 5 مرات. بعد في عنا 3. اوكي خلصنا. ما تخافوا على الشعر، ما بيصير لهم شيء، بالعكس بيصير قوي اكثر. اوكي هلا بنعمل نمبر 2 من فوق. 1 2 لازم تحس تحت الكل اصبع الجلد راس. 3 4
خمسي. أكيد انتبهوا إذا حدا عندهم ضفير طويل، انتبهوا ساعة تفتحوا إيديكم أكتر، وبالكل أسبة لازم تحس جلد رأس مش بالدفر كرمال ما يجرح البشرة، مشان إذا البشرة جلد مجروحة هذا ممكن يعمل فطر. مشان بالصيفية في كتير رطوبة عادة، من آية حد البحر في كتير رطوبة، ساعتها هون بده يبلش ممكن قشر، ممكن يبلش الإكز حتى إكزام. انتبهن ما تجرحوا الجلد، وبتعملوا كيف عملينا أول مرة، من فوق شط، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، ثالث من تحت واحد، بتصير من ورا ايديكم هيك مع بعض على الجلد الراس، اثنين ثلاثة بالإصبع الكبير أنا شديت على الرقبة بنفس الوقت ليكون في ليمفا دريناج مظبوط، ليكون إذا في ورم شوي بالوجه اوكي، بالراس نحن ما بنحس ورم بس إذا في وجع راس ساعتها بيساعد كثير. بنرجع بنعمل ثلاثة أربعة وآخر مرة خمسة، كمشوا شعر شدهم بإيدتين مع بعض شدهم أوكي. تمارين رابعة، نرجع ننحط كل زون، نعمل دريناج شدهم مزبوط ما تخافوا، من فوق ورا نرجع من فوق أكتر مشان ما يكون في وجع بالرقبة، ساعتها تعمل طب لقدام اوكي، من فوق ومن تحت مع بعض، تاني ميل كتير منيح ومنرجع من النص تمام سوبر. والخامس، تمارين الخامس بتحطن كل اسبع لجوا بتعملوا مساج. مساج بدنا نعمل تقريبا شي دقيقتين ثلاثة مشان نشتغل على كل بوينت جلد الراس، كل من فوق لتحت، هلا بنمشي من قدام لورا اوكي، هلا من فوق لورا مساج، نبرم كل محل كتير منيح من تحت لفوق عم يسألوني عوض ليش اوقات انا بعمل بس بعمل من ورا من تحت لفوق مش من فوق لتحت، مشان الليمفاتيك سيستم الليمفا هي بتمشي من تحت لفوق، ومن قدام هي بتمشي من فوق لتحت. ساعتها نحن بدنا نمشي اول شيء الليمفا ليتغزل مزبوط، ليسحب كل راديكال من جلد الراس لتحت. راديكال هذا يعني وسخ زبالة هيك بسموه، هذا راديكال. ومن قدام كتير منيح. شو حسينا بعد هذا التمارين؟ حسينا بالإنرجي، بالنفس الوقت ريلاكس، بالنفس الوقت الوجه هيك صارت اكثر، انا فتحت حتى عيني اكثر. جربوا تعملوا
خلينا نحكي بشوية تفاصيل كمان غير التمارين. هذا النمبر وان أكيد. بس تتحمموا شعراتكم أكتر الستات بالنيموا بالليل، بتخمموا بالليل، بيعملوا شعر بالليل وبالنيموا يكون شعر البعض بليلين مي. هذا ما بيصير، لازم نشف شعر الآخر، لازم نشف شعر مزبوط، وما تحمموا قبل النوم وبعدين نمتن حطيتن ما نشفي وبضل للصبح. هذا أبدا ما بيصير، بضلوا يغيروا شعر وبلاس بيعمل مرض للجلد راس، هذا مش بحاجة أكيد، وأكيد بدال شعر ضعيف كتير. في كمان ماسكات فيكن تعملون. كم مرة لازم تحمم شعر؟ هذا كل واحدة بتعرف. في صار في شامبو فيك تحمم كل يوم حسب يوم إيه يوم لا، بس جربوا استعملوا للشعر قد ما فيكن بيو أورجانيك شامبو، بيو اورجانيك الماسك، حتى اذا بتعملوا انتم ماسكات لأعيد بالبيت. اذا جلد راس كتير كتير اويل سكين، يعني كتير اويل كتير دهنيه، ساعتها فيكم تستعملوا قبل شامبو ملح. ملح تحطون تعملوا مساج زيتين ثلاثه، بعدين ببلشوا تعملوا تحمموا شعر. إذا دراي سكين، إذا بشرة ناشفة كتير، كمان في كتير ماسكات فيكن تحطن. كيف عم نعمل للوجه ماسكات وكيف عم تعملوا رفيتي بوتول ماسكات للوجه. أنا مثلا كتير بحب مع الأفوكادو، كان أفوكادو كمان فينا نحط زيت زيتون، أفوكادو أصل. وأنا كتير بحب كرميل اللي يقوي بس لشعر بغار نطة مش كتير، بخلطوا مع بعض، بحط على الجلد راس، بلبس شي شابو نايلون كرميل هيك بتصير دفع أكتر، بحط فوق ما نشفي، وربع ساعة أو ماكسيموم نص ساعة فيكن ترجو تخمموا. فيس فيتنس ما بس لعضلات الوجه، فيس فيتنس لعضلات كل جسم، بيرتاح الجسم بيرتاح الوجه. خليكم حلوين، استعملوا كل شيء شو اللي انا عم بعطيكم، جربون وناطرة الكومنت. شكرا كثير، معكم كانت ناتاليا، فيس فيتنس افري داي.